اللي موجود في الجهاز هو ملك الحضارات وملك المجتمع. الجهاز بيجمع البيانات عشان يديها للمجتمع، والمجتمع هو انت. فاللي بيحتاج اي بيانات لازم يجي للجهاز. بيانات الجهاز متاحه، احنا عندنا في الجهاز سر واحد بس. السر الواحد هو البيان الفردي. البيان الفردي اللي انا جبته لما حضرتك الاسره خدت منك بيانات اسرتك، لما تنطبق السماء على الارض ما حدش يقدر يبص في البيان ده، او منشاتك او مصنعك او ورشتك او شركتك. ده البيان الفردي بتاع الشركه دي طبقا للمفاهيم الدوليه، مش عندنا احنا بس. ده شيء يعني شرف مهنه زي ما بيقولوا كده. البيان الفردي لا يمكن حد يطلع عليه. هل هذا مطبق بحذافيره؟ اعداد المواليد، اعداد المواليد، احنا السنه 2014 كان عندنا 2,720,000 2,720,000 مولود. لو شلنا منهم حوالي 500,000 وفيات يبقى عندنا زياده طبيعيه فقط الايه؟ ال 2,1,000,000 او 2,000,000 قرب ال 2,2,000,000. فده طبعا شيء لازم ان يوضع في الاعتبار. مقارنه بمعدلات النمو عندنا ومعدلات النمو في دول تانية، احنا عندنا ما شاء الله 2.6 الولايات المتحده 5.5 الولايات المتحده نص. يعني احنا قد الولايات المتحده كم مره؟ خمس مرات. بنزيد قدهم خمس مرات، وهم عندهم امكانيات طبعا اكتر مننا. مش عارف بقى حضراتكم تفضلوها قد ايه. فرنسا 4.1، انجلترا 3.1، كوريا الجنوبيه، كوريا الجنوبيه اللي هم ايه؟ كانوا كنا في توقيت البوبليشن واحد. دلوقتي احنا زدنا عليهم بحوالي 30,000,000 في خلال 40 سنه. فكوريا الجنوبيه، الجزائر 1.2%. اللوحه اللي انا جايبها لحضراتكم دي عشان تعرفوا احنا فين. هو العالم النامي النامي متوسط النمو فيه 1.5، فاحنا ضعف العالم الايه؟ النامي. والدول المتقدمه متوسطها 6.1، احنا 4 الدول المتقدمه وما شاء الله ضعف الدول الايه؟ الناميه. كل ده بيرسم لنا ابعاد الايه؟ المشكله. المقارنة، مقارنة كده بين مصر وبعض الدول الأخرى في معدلات في بعض الخصائص الحيوية، والكلام ده واضح قدام حضراتكم مش محتاج إن أنا أخوض فيه كتير. آخر لوحة هطلعها هي إن عدد المواليد عندنا اللي هم 2,700,000 بيساووا مواليد فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا مجتمعة. يعني إحنا مصر بتجيب المواليد بتاعت الاربع دول الكبار دول في السنه.